حاجه؟ اه. هو عامل لك ايه؟ احنا عايزينه بس. يلا ارجع. بص التيشيرت ده عشان طيب. بص الضوافر عملت في التيشيرت. يا عم كوتا، انت متاكد ان احنا هنلاقي حمو بيكا هنا ولا زي كل مره؟ امبابي بنفسه كلمني قال لي اللي حمو بيكا موجود في الارض دي، والدليل اهو. يا كوتا يا رمضان، انا جت رساله النهارده على التليفون اللي انتوا هتلاقوا حمو بيكا، وربنا معاكم يا رب. سمعت بودنك، عايز ايه تاني؟ المطلوب مننا دلوقتي اللي احنا نقلب الارض دي لحد ما نلاقي حمو بيكا. بس خد بالك، المكان ده غير اي مكان احنا رحناه قبل كده. المكان ده ملعون بمعنى كلمه ملعون. لازم نشغل دماغنا عشان ربنا يكرمنا. يا رمضان انا مش عايزك تخاف خالص النهارده، تمام؟ تمام. انا عايز راجل معايا وخليكم جنب بعض. يا حسن نفس الكلام، مش عايزين نتفرق. يا ميزو انا عايزك تمشي معانا خطوه بخطوه، تمام؟ تمام. يلا بينا يا رجاله. انت كنت عم تطلع عنك ليه؟ على ايه؟ باذن الله. تعالى استنى استنى، في حاجه ورا الشجره دي. بيك اهو، بيك اهو. استنى استنى، ايه ايه ايه، قرب يا ميزو. تعالى تعالى يا ميزو، تعالى هاخدك ما تخافش. قرب قرب يا ميزو، قرب. هاته يا ميزو اهو. الدم ده يا كوتا، قرب عليه. اهدى 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 يا اسلام، قرب يا ميزو عليه. احنا عايزينه بس. ارجع ارجع يا اسلام، ارجع يا اسلام، ما تقربش قوي. بيكا ما تخافش، ارجع يا اسلام، ارجع ارجع. ما تخافش، ارجع ميزو كده، ارجع. احنا هناخدك يا بيكا. ما تخافش يا بيكا، احنا هناخدك. اسلام اول ما نهجم عليه على طول. استنى استنى، تعال تعال يا تعال يا ميزو، اجري يا ميزو. هو راح فين؟ اختفى. هو راح فين يلا؟ تعال يا اسلام، تعال بسرعه، تعال. اجري. هو راح فين؟ اختفى. ده كان لسه هنا. ايوه زي ما انتوا ما شفتوا يا جدعان، امبابي كان معاه حق. حمو بيكا موجود في الارض دي، ولما شفناه مع الكائن ده كان جسمه كله دم. بس احنا مش هنطلع من هنا غير بحمو بيكا. اهم حاجه عايزينه احنا مع بعض ما نتفرقش، تمام؟ هو حمو بيكا موجود هنا، وباذن الله باذن الله هنرجع بيه النهارده. كنت في حاجه، اهم حاجه ناخده من غير ما الكائن ده ياذيه. اهو ظهر هنا تاني اهو. ايه ده؟ اهو يا ميزو، هات هنا هات هنا. ما تخافش يا بيكا، ما تخافش، احنا جايين ناخدوه. احنا مش عايزين ناذيك، احنا عايزين الراجل ده. سيبه لنا وامشي، سيبه لنا وامشي. بس استنى استنى استنى، معلش معلش، روح بس بس استنى. حوط من هنا يا اسلام، حوط من هنا. معايا ميزو، اجري معايا، اجري معايا، روح معايا اسلام. ميزو اجري اجري. اه تعال اه حس حس. اه اه اسلام، سيبه سيبه سيبه، اقول لك سيبه. اجري 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 اجري. حس اه اه مالك قوم قوم، تعال هنا بس، تعال هنا. ايه ده يا كوتا؟ ايه ده يا كوتا؟ وش في حاجه؟ اه هو عمل لك ايه؟ مش عارف، هو كان في ايده حاجه عماله يعورني. تعال يا ميزو، تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، عشان تعال 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 ميزو هنا. لا شكله هيخبطنا هنا خالص. هو ده دم ولا انا بيتهيأ لي؟ مش شايف. تعال هنا يا ميزو، تعال هنا. دم يا كوتا. وش في حاجه؟ وش في حاجه؟ اه 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 كده اهو، كده اهو، كده اهو. سهلا. طب يلا بينا يا جدعان. الناس اللي فاكرنا بنهزر، والله العظيم احنا مش بنهزر. زي ما انتم شايفين الدم هو على وشي وعلى هدومي. يا ريت يا جدعان اللي عنده حل يقول لنا نعمل ايه. واي حد عايز يشاركنا في رحله البحث دي يكتب لنا في التعليقات، في ناس كتير عايزه تيجي واحنا هنجيبها اليومين دول باذن الله. الناس شايفه الدم اهو على وشي وعلى هدومي. بقول لك يلا بينا. لا لا مش هنمشي. هو بشوف انت لا يكون غجك بحاجه ولا امال الدم اللي فيك ده يعني هيكون ايه؟ من مناخيري باين، مش عارف، من بطني مش عارف. يا راجل اهم حاجه دلوقتي احنا لازم نمسك الكائن ده. نمسكه. حمو بيكا هنا. بس في حاجه غريبه، هو رجينا ورا الشجره، لما احنا رحنا وراه عند الشجره ولا لقيناه ولا لقينا حمو بيكا. كل اللي عمله هو هجم علينا. هو كان اختفى وظهر على فكره. انا خايف ابص. لا لا، هو اختفى، هو اختفى وظهر مره. اهو حاسس 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 يا ميزو، حاسس يا ميزو. هات عليا يا ميزو اهو اهو اهو. هاتوا يا ميزو، هاتوا هاتوا. اختفوا ايه مره واحده؟ بص يا ظهرك. تعال تعال. وبعدين انت وبعدين فيك على جديد. تعال تعال. ايه وبعدين في ايه؟ بس الدم الموضوع خلاص. انا مش عايزين منك حاجه. طلع يا كوتا، خد بالك. هات عليها، هات عليها. احنا عايزين اللي هيبز اللي كان معاك دلوقتي. كم تعال كده، تعال اجري كده. انا مش قادر على فكره، في جرح في بطني، في جرح جامد في بطني. هنمسكه يا اسلام. النهارده حمو بيكا موجود هنا. الله اعلم بكره يبقى فين. احنا لازم النهارده نروح بحمو بيكا. يا جدعان بالله عليكم، بالله عليكم، اللي شايفنا يقدر تعبنا ويقدر ان انا اتبهدلت وكل دم ويدي لايك للفيديو. اللايك بتاعك هيفرق معانا قوي. انتوا شايفين يا جماعه البهدله؟ ايوه يا حسن، ما
انا عارف ان احنا على القوه زي بعض. كوتا اسمع من حد حاجه. حاجه كوتا اجري اجري. تعال كده تعال كده حد من هنا. تعال يا مين تعال 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 هنا. تعالوا اضرب هنا مش عايزين يشوفنا. تعالى يا اسلام تعالى. حسن اجري يا كوت اجري اجري يا اسلام اجري يا اسلام. اطلع تعالى اجري يا كوت اجري يا كوت. مش جاي مش جاي اهو. تعالى يا كوت. لا بس 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 تعالى هنا تعالى. بص يا فين حسن يا ميزو خد بالك. اهو اهو على الجبل من فوق. اه يا جماعه زي ما انتم شايفين. استنى ده ده جيب. تعالى طب ارجع عشان محدش هنا دي ارض. بس حسن عشان جاي. استنى حسن تعالى 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 عدي كده. اه من الدرو نخلة من دول. حسن حسن اجري يا اسلام. تعال هنا قلت لكم ما نتفرقش ما نتفرقش يا ابني ما نتفرقش. هو راح فين؟ اهو حسن شافين حسن اهو. خدوا بالكم عشان ما يطلعش من اي حته هنا. مش عايزين نتفرق عن بعض. على فكره ان في جرح جامد قوي في بطني. طب وبعدين؟ مش عارف. وبعدين يا كوتش؟ مش عارف. وبعدين؟ كوتا انا اتحورنا كوتا ان شاء الله. حسن فين يا كوتا؟ حسن تعالى مش عايزين نتفرق. ده جاي جاري هو جاي جاري هو. اجري يا حسن. خليك عندك اسلام خليك عندك اسلام عندك اسلام عندك اسلام حسن. ايه ده؟ احنا مش عايزين نأذيك. فين اللعيب الصغير اللي كان معاك؟ حمو بيكا فين؟ مش عايزين نأذيك. حسب يا كوتش عورتني وبهدلتني واللعيب الصغير كان كله دم. مش عايزين تسيبوني. حسب اسلام اجري يا حسن. حد شايف عندهم حد شايف عندهم. ده جاي ده جاي. هو شكله النهارده عايز يموت حد. ده جاي هيجي حد وراك بيت. ما حد ما لاقي له حد عايز يموت حد ولا حاجه. وانا النهارده ما حد فيه يا كوتش ما حاجه فيه. البتاع اللي في ايده دي اخرها فيها سكينه من تحت. الله عمر ايه؟ يا كوت حسن يا اسلام حسن ارجع حسن حسن ما تقفش جنبه يا اسلام. مش عايزين نتفرج احنا كده هنفضل نجري منه هيصطاد واحد واحد مننا. حسن جاي جاي اجري مسك اجري مسك كده عارف كده هيصطاد واحد واحد. عايزين نمسكه عايزين نمسكه يا اسلام. هو عمال يختفي ويظهر. خدوا بالكم اتجمعوا. رمضان حسن هنا ورا عمكم كوتو. هنمسكه هو هنفضل نجري كده هنتبهدل. انت بتحلم يا كوتو. هنفضل نجري هنتبهدل لازم نمسكه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اديتنا في ده يا اخي. بس حمو بيكا هنا يا جدعان. حمو بيكا موجود في الارض دي واحنا مش هنرجع غير بيه. اهم حاجه دلوقتي ما هو مزعك اهو. استنى 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 ما هو مزعك. حوط من هنا يا اسلام من هنا من هنا يا اسلام من هنا من هنا يا اسلام. حسن حسن يا اسلام. مين يا ابو يا ابن اسلام؟ عم بيقول لك يا اسلام الشبشب يا رب. سيبني بقى يا اسلام بقعد شبشب. سيب الشبشب يا اسلام واجري. مش عايز لما تسيب روحك. ما تهزرش يا حسن. ده ملطنا باللي فيها دي كان هيشوف رجلي من الصيح. بس بس ارجع 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 يا حسن. كوت عمال يجري وراك يا كوت. يا راجل ارجع. انا بس يا راجل ارجع. اضربوه. ناخد البتاع الكبير دي. لا عشتك القيم. واي واي واي. تعال يا استاذ تعال. ايوه حاسب حاسب اخدتها. اجري حاسب حاسب. اجري سيب سيب سيب. اجري اضرب يا اجري. نزلت بيها على دماغه يا بابا. حاسب اه نزلت على دماغه. بص التيشيرت ده عشان القيم. بص الضوافر عملت في التيشيرت. وريني كده التيشيرت وريني اهو. ضوافره بص يا جدعان ضوافره عملت ايه؟ هات ميزو كده ضوافره بس بمجرد ما مسكنا ضوافره. بص الدم مش هينفع كده يا جدعان. اللايك بتاعكم هيفرق. هو ممكن يطلع دلوقتي من اي مكان. الكل يدي لايك للفيديو ويكتب في التعليقات حمو بيكا لازم يرجع. حسن اكوت اهو دي تاني. لا لا اللي في رجلي اهدى
مش عايزين نأذيك. انت عايز تاخد روحنا اللي احنا ما عملناكش حاجة. انت عايزين نأذيك. حل عليها اسلام، حل عليها اسلام. انا خدت البتاع اللي معانا مين. ما عارفين انت في يومك اللي بتزف الدين. ما تديني هم محمد يا اخي، خلينا نمشي واخر. ارجع يا اسلام من بعيد، اسلام من بعيد. ارمي يا رمضان، ارمي يا رمضان كلها شوك عشان ما تعوضش. محدش يقرب منه عشان معاه حاجه في ايده، وضوافر عامله زي الموز. انا عامل لك جبال جوه. تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى كده. خد بالك مداش، ممكن يهجم عليك ياخد التليفون يكسره وينتقم منك انت. خد بالك باشا، كله يرجع حسب اسلام يجري. الحق كوتا يا اسلام. رمضان الشجر ده في شوكه يا حسن. اسلام هو عايز ايه؟ لو عايز التيشيرت ممكن اديهوله بدل ما اعمل فيها كده. ده بصوا يا جدعان، بصوا المنظر هات لنا ميزو. بصوا يا جدعان، بصوا البهدله اللي احنا فيها. بصوا ده ايه؟ جميل بس الشيرت ايه دول؟ يا جدعان يا ريت الناس تقدر تعبنا. اللايك بتاعك مش هتخسر منه حاجه بس هيفيدنا احنا. بصوا انا ممكن اديها لك لو عايزها، انا ممكن اديها لك بدل اللي انت عملته ده. كوتا عد كده احسن يا كوتا. بس عشان ده رجع حاجه. طب يا كوتا إيه؟ عد اطلع على الصخر احسن. لا لا ده في اي تاني. بقول لكم استنوا استنوا، تعالوا نتدرب ورا الصخر ده، هو هيجي لنا هناك هنتلم عليه. نمسك طوبه ننزل بيها على دماغه هيخلص. طب خدهم وروح استنوا هاجي وراه. روح معاهم يا ميزو، روح معاهم اتداروا بس اقعدوا. كوتا انا انا على انا كوتا اصرح معاك اسلام. انا على كوتا يا اسلام. لا هيجي كوتا اصرح. امسكوا طول، امسكوا طول، امسكوا طول من ده، امسكوا طول. تعالوا اقعدوا هنا، اقعدوا هنا اسمعوا الكلام. لا ايوه اقعدوا هنا عشان جاي. تعالى ميزو انا عشان جاي ورايا يا راجل. والله جاي ورايا. تعالى ميزو هنا. انا عندي بتاع على دماغك كوتا عشان لا حاجه ده يا جوارا. اما يجي هنا بس هات على ميزو. اقعدوا محدش يتكلم. يا حبيبي عشان لو ميزو قرب، ميزو قرب معانا. اهو محدش يتكلم بس اقعد. اقعد يا رمضان. اقعد هات على ميزو. هات على بيدور عليك يا كوتا. قالك ايه كمان؟ رجعنا يلا يلا. خلص عليا، خلص عليا، خلص عليا. احنا بوتو. بس حجر هورا، حجر هورا. العفره دي يا كوتا. حجر هورا. العفره الجامده دي يا كوتا. ينفع كده؟ مش ينفع كده، احنا كان مش عارف نمسكه خالص. ان شاء الله هلا ايه هناك على الحته اللي كان ماسك فيها حمو بيك. يمكن ليه هناك. هو بسرعه بس. تعالى من العرب. هو علي على هو كده هضرب كل لحظه. هو على كده اهو. هو ما جبنا هنا ده. خد بالك يا كوت عشان هيجي. بص حوالين النخله يا جماعه. يلا مين؟ تعالى بسرعه مين. تعالى ورينا مين. قدامنا دقيقة واحدة ندور فيها قبل ما يجي. هنا يا اسلام كل واحد في حتة. تعالى انت معانا يا ميزو. تعالى معايا قبل ما يجي. تعالى هنا يا ميزو. تعالى معايا قبل ما يجي يلا. تعالى ميزو نبص وش ناخدها. تعالى. تعالى قبل ما يجي يلا. مش قاعد يا كوتا. تعالى نور هنا يا ميزو. خش كده يا ميزو نور هنا. مفيش حاجة. تعالى ميزو هنا. تعالى هنا. تعالى هنا كده يا ميزو. تعالى هنا. الحاجة الدقيقة. تعال نور هنا، نور هنا، نور هنا. هات هنا ميزو كده، هات هنا. مفيش حاجة؟ كوتا يا كوتا اهدى اهدى عشان اهدى اهدى. تعالى ميزو كده اهدى اهدى. ريقفشني يا كوتا. تعالى كده نور في الأوضة ده ميزو. نور هنا، نور هنا، نور هنا ميزو. تعالى بسرعة. الأوضة دي شكلها. تعالى الأوضة الثانية يا كوتا. حاسب اهدى 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 ميزو ما تجريش. اهدى اهدى.
كوتا مش سهولة انا مرة ما عرفتش ليش معنا حد دريها بقى كوتا انا في داهية يا لا عرفنا بقى في المكان ده بقى لقيت المكان ده خلاص نطلع نحن وبعدين نشوف موضوع حمو ما في المكان ده ندور عليها ما لاقين هو في المكان ده لما نروح نتكلم مع الهوش لقيناها هنا اهو بصوا يا جدعان زي ما انتم شايفين احنا قلبين الدنيا على حمو بيكا ومش لاقيينه اللايك بتاعك هيفرق معانا قوي ادي الفيديو لايك عشان ينتشر بشكل اكبر ويا ريت يا جدعان نكتب في التعليقات حمو بيكا لازم يرجع لما تكتب كده الفيديو هينتشر بشكل اكبر والناس هتقول لنا نعمل ايه بص منظر التيشيرت بص الدم بص التيشيرت والله عامل ازاي الناس اللي بتقول احنا بنتبهدلش واي حد كوتا خد بالك يا كوتا اي حد عايز يجي معانا ويشاركنا يكتب لنا في التعليقات بص المنظر عامل ازاي ارجع يا مروان تعالى مستر سلام ايوه اجري اسلام ضربه بالرجل كعب حد مسكر عدي كده اجري يا اسلام بلاش تهور ما ينفعش تقر ايه ده هو راح فين اهو يا كوتا هو راح اهو فين هو راح وراك يا كوتا ايه ده هو مش كان لسه هنا دلوقتي كان بقى فين مش كان لسه في الحته دي بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ازاي اللي بيحصل ده ايه اللي بيحصل ده تعال كده تعال عايزين ندور عليه بقول لكم ايه اتوزعوا كده تعال مزو معايا انا راح مع اسلام حسن تعال ده مع كوتا تعال خاطر النهارده حسن ماشي تعال حسن تعال مزو كده تعال دور حسن دور هنا مش دور هنا تعال مزو تعال دور في كل حاجه هنا يا كوتا حسن هتيجي من ورانا مره واحده تعال حسن هنا ما تبعدش عنا حسن هدور تفرق اهو جاي علينا ايه ده ميزو ايه يا ميزو اجري بس معايا تعال اسلام تعال هنا دوروا بسرعه قبل ما يجي تعال نور هنا ميزو نور هنا مفيش حاجه يا كوتا مفيش حاجه دور في كل حته بسرعه قبل ما يجي دور في كل حته انا مراقب كوتا ده جاب البتاع اللي حواريه يا راجل جنبها تاني ما حاجه بس البتاع دي فيها سلاح وحد جدا من تحت ارجع يا حسن ارجع يا زف اسلام خلي عينك عليه ليجي على غفله يا اسلام هات هنا مزعج حد كده ايه ده نور هنا كده مفيش حد هنا ولا هنا مفيش حد ده جاي خدوا بالك تعالى مزعج معايا كده خدها ميزه عد معايا كده بسرعه ميزه خليك عد ميزه بسرعه نط خد بالك من التعبان خد بالك لا يكون في تعبان هنا ولا هنا المكان ده مليان تعبين عارف ايه مليان تعبين عد كده يا اسلام حط بالدرع ده عشان بيكون في تعبين هنا عايزين نعدله تعالى يا ميزو تعالى بسرعه عد بسرعه قبل ما يجي تعالى ظهر لا اهو هات يا ميزو هات تعالى اتكلم معاه من هنا تعالى قبل ما يعدي السوق هو راح فين؟ اهدى يا ميزو ما تقربش فين اللعيب الصغير اللي غطى مننا؟ احنا مش عايزين حاجه منك حسب احنا مش عايزين حاجه منك احنا عايزين اللعيب الصغير اللي انت غطى منه هينط هيروح تجري فيها سلاح من تحت حاجة لو لمس واحد روحها هتطلع في ساعتها ده يوم خلصانه بص هنا كوتا بص هنا ما ينفعش اللي انت بتقوله خد بالك يا كوتا بصك انت مش هتقول لي نمشي ونسيبه انت كذا مره تقول لي نمشي ونسيبه هندور عليه لحد اخر لحظه لحد ما نجيبه هنفضل وراه لحد اما كوتا حمو بيكا في الارض دي نوت ندور عليه في الصخره طيب ده هندور عليه في الزرع ندور عليه في الصخر خد بالك يا كوتا جاي اجري يا حصن
فين حسن؟ فين رمضان؟ رمضان؟ تعالى تعالى كده، تعالى كده، تعالى تعالى كده، هندور فوق الصخرة كده. هندور بس دوره بسرعة، دوره بسرعة، مفيش حاجة يا كوتر. أنا ببص أهو كده مفيش حاجة. ارجع كده كده في حتة بره ممكن يكونوا قدها. تعالوا هنا يا اسلام. اسلام بقول ما نتفرقش، بقول ما نتفرقش يا جدعان، مش عايزين نتفرق يا اسلام. تعالوا هنا فين جنبي. شايف بيعملوا ايه ميزو؟ تعالى يا اسلام. يا اسلام تعالوا هنا، لو مسك واحد مش هيحله. اتفضل هو جاي وراك، اتفضل اتفضل. شايف بيعملوا ايه يا اسلام؟ اخلص تعالى هنا وراك، اجري يا بارد. كوتا لازم نضربه في الحته الفاضيه دي. يا جدعان انتوا بتهزروا، والله بتهزروا كده. اسلام اسلام فين؟ اديني يا خي، لما اقول لك تعالى هنا تخليك جنبي يا اسلام، ما تهزرش. الحاجات دي ما فيهاش هزار. ما وديتنا في داهيه انت يا بابا، ما وديتنا في داهيه. ما احنا لازم نجيبه. ما تودينا في داهيه في سنينك اللي ما خلصناهاش داهي. هنبدا نتخانق وهنسيبه صح؟ لا ده هنقضي اليوم كله بالخناقات، ده ما كان جاي نتخانق فيه. لا ندور طب دور بدل ما انت عمال تتكلم. عمال حد في انا اللي اتبهدلت فيكوا، انا اللي بقى كل دم، انا اللي اتعورت وهدومي باظت. متعور اهو. متعور عمال يجي الشكل ده. بس هنلاقيه باذن الله. مش انت اللي عامل لها، سامعه كل مره تعنجحوه. كوتا. هنا هنا البتاع اللي عورتك دي كانت حاجه كوتا. هنا يا ميزو. مش اي حاجه. هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا لازم نلاقيه. ما ادنا بندور. انا عندي حل حلو قوي. ايه هو؟ حاسب عشان جاي، حاسب عشان جاي. اهدى. لو عايزين تلاقوه يبقى تدوروا في المياه الملعونه. اللي هو قاله ده؟ ما تعرفنا ايه؟ انتوا عارفين المياه الملعونه دي عامله ازاي؟ ما شكله قاضي فطسنا هنا. المياه الملعونه دي عباره عن مكان فيه حمام سباحه. وحمام السباحه ده اللي بينزل فيه ما بيطلعش، اللي بيقرب منه اصلا ما بيرجعش من ناحيته سليم. ازاي هندور هناك؟ كوتا ان شاء الله احنا هنروح ونجيبه. عارف المشكله فيها دي؟ ازاي؟ انت عارف المشكله فيها؟ في ايه؟ لو طلع لك لقيته هو هناك صاحبك دي هتعمل ايه معاه؟ ما احنا لو رحنا ندور عليه في المياه الملعونه هو لو طلعنا من الميه احنا كده انتهينا، هياخد واحد واحد فينا وهنخلص نهائي. امال بيوديك ليه المياه الملعونه هو؟ بس لازم نروح. بصوا يا جدعان، رحله البحث الجايه هتبقى صعبه جدا، هتبقى تحت المياه الملعونه. احنا هنروح هننزل حمام سباحة ملعون وهندور فيه لحد ما نلاقي حمو بيكا. بإذن الله بإذن الله هنلاقي حمو بيكا في رحلة البحث الجاية. أهم حاجة دلوقتي اللي انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك رحلة البحث الجاية أول ما تنزل على طول، وتدي لايك للفيديو عشان يلف الدنيا كلها. بالله عليكم يا جدعان تقفوا جنبنا، وأهم حاجة تكتب في التعليقات دلوقتي حمو بيكا لازم يرجع، اكتب بدل الكومنت 3 و4. وبإذن الله بإذن الله هنجيبه في رحلة البحث الجاية. دعواتكم معاني. يلا بنطلع من هنا. يلا بيزو يلا بينا.